قولي المشكل ديالك. المشكل ديالي انا خدامه في الانترنا في المؤسسه مقتصد عيني في بلاصه ديال المغازا ديالي داها بات باعوا تشراو هو والزعيم ديال النقابه ديال حزب الاستقلال اتحاد العام الشغالين كيطاردوني من مؤسسه لمؤسسه تيقول لي ما عندكش الحق تخدمي حتى شي مؤسسه وانا عامين هادي ومشات لي بلاصتي وسيدنا قال لي يشكون من ظلم ما ابواب اغلقت في وجوههم الاداره فيها خلل حيت الاداره اكاديمية تتبعو وتتشري في الصفقات وانا مراه فقيره ما عندي لا خويا وزير ولا والو انا بغيت حقي عامين وانا بني ملي لقاو عارفين عامين وانا تناضلو دابا جيت المشكل ديالي انا كنجي في الطاكسيات وبزز عليا ان عيني ان عيني النايب يعني مكلفه وبزز عليا غادي نمشي تنخسر اسيدي 600 ريال نهار والله شاهد عليا في الطاكسيات يحسب ليا هذيك هي 5 المليون ولا اكثر وعاد زيد اسيدي عامين ديال التوقيف 48 اللي تنشد الفريال غير 48 شنو قطاع اللي كتعملي فيه؟ قطاع انا كنت قطاع التعليم ولكن هما تابعين الشركه ولكن ماشي الشركه اللي عينتني خدمت مع شركه اخرى النائب كلفني وبعيدة واحد المسافة لا عرفت شو غتعرفو بلا تعرف شي واحد من اللي علي هنا يقول لي عيط حتى العمرية يعني من جيت لعين سردون حتى المحطة فين كاينة المؤسسة انا ساكنة حدا العين حتى المحطة وخسرت وعاد سيدي عامين تاع التوقيف 48 حسب لها 7 هي تنسالهم 12 مليون انا بقيت قلبي بان لا هاد الواكل ولا ما خليتش فين مشيت والو شي حد القضاء والو رشيدنا المشكل ديالي طرحوه في البرنامج راه وصلوا الله ينصرو وانا باقا تحت الحمايه ديالو الا ها هما النقابه اللي كتحكم وهاد الناس هادو عطوني طردوني وغاش نبقى في المغرب بغيت نمشي بحال هكا تيجيبوا لي شي سافر يديني مابغيتش نبقى انا مغربيه الا هما سيدنا تيحكم حنا نعرفو انا جبت لهم النداء كتسحبوا ناس تنستفزهم انا ما كنستفزهمش وانا دخلت معاهم دابا انا مريضه بالسكر ما نشربش الدواء ما ناكلش اللي هو تحسن ليا بهاد العيشة ديال الدل الاسم كريم ديال انا خبزة حليمة عائلتنا حنا من وارزازات حنا ساكنين عائلة ايت بخبزة راه كاينين في وارزازات تنتمنى ينوضو ويصحى